طب على ذكر تركيا والقارة الأوروبية، هناك توتر متصاعد بين كل من صربيا وكوسوفو قد يؤدي لنشوب حرب، كيف ترى الموقف التركي من هذه المسألة؟ أولا، روسيا تريد أن تفيض الحرب في أوكرانيا إلى دول الجوار، تريد أن تجعل دول العالم ينظرون إلى مكان آخر في الحروب وفي المشاكل، ولذلك هي تقوم بدعم صربيا، بينما كوسوفو هي مدعومة من قبل تركيا، صربيا هي مدعومة من قبل بعض الدول الأوروبية، كوسوفو هي مدعومة تقريبا من قبل تركيا بشكل مباشر، ولذلك فتح هذه المعركة يعني إفساح المجال لروسيا بأن تزيد من قوتها العسكرية اتجاه أوكرانيا وتدمير أوكرانيا وقتل الشعب الأوكراني وتهجير الشعب الأوكراني، وهذا الأمر سيكون له عواقب سيئة جدا على الاتحاد الأوروبي، رغم أن هناك دول قد فتحت أبوابها في عملية استقبال اللاجئين الأوكران وهي ترحب بهم، مثل ألمانيا والتي هي بحاجة إلى القوة البشرية بسبب تنامي القوة الاقتصادية الألمانية بشكل كبير جدا، ولذلك هي بحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية، مثل ما قامت بفتح حدودها أمام اللاجئين من دول الشرق الأوسط، من سوريا، من لبنان، من الأردن، من مصر، من إيران والعراق، وحاليا هي فتحت أبوابها أمام اللاجئين الأوكران.